على افتتاح هذا الاستاد منذ نهائي أغلى الكؤوس كأس سمو الأمير ما بين الدحيل والسد. كان الدحيل بطلاً للبطولة وعن جدارة في ذلك اللقاء وقدم مباراة كبيرة. الآن الدحيل يواجه فريق الريان من خلال قمة مباراة الجولة الثالثة وخامس مباراة هذه الجولة. لقاء واحد تم تأجيله فقط ما بين السد والسيلية لمشاركة السد غدا إن شاء الله في لقاء العودة في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا. كل التوفيق إن شاء الله للفرق القطرية في مشوارها الأسيوي وللمنتخب أيضا من خلال تحضيراته منذ الآن منذ هذه اللحظة بل من فترات سابقة من أجل كأس العالم قطر 2022. قطر بطلة آسيا في عام 2016 كان أدار نهائي كأس سمو الأمير في ذلك الوقت. في نفس العام كان فاز وقتها الإخوين بركلات الترجيح في هذه المرحلة. جميل وكرته حلوة لاعب منتخب خالد أدي إدمنسون وضربة ركنية ضربة ركنية. خالد لعيب وإدمنسون لعيب حريفة مهاراتهم جميلة ستايل بتاعهم جميل عندهم خفة حركة في الوزن. تعود تاني على طول إلى مارتن جونيور عالية فوق ضربة الرأس ولكن ميمي بكاسيدي والله عايزاك ريداك والنبي ريداك أدي العرضية مش ممكن مش ممكن كان هيسجل في مرمى كان هيسجل في مرمى جاك لي لكن إيه اللي بيعمله إدمنسون ده إيه ده يا إدمنسون ده إيه اللي أنت عامله ده عامل رائع بارع ناحية اليمين فاتح شارع وتغير الحقيقة. هقول لكم بعد إيه أدي بعد اللعبة دي نكمل بس أدي على طول علي عفيف يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا علي يا ولدي يا علي يا ولدي يا فهد علي يصوب بقوة وفهد يتصدى ببراعة. الحقيقة فريق الدحيل خلينا أقول لكم حاجة يعني بعد إصابة المساكني وبعد إصابة نام تايهي وبعدها بشوية هزاع هزاع يا ولد 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 حلوة 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 الانطلاقة وخدها زي ما هي لا حضرها ولا عطلها ولا بص أدي الباصة على طول خد قرار من زاوية بعيدة أوي 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 ومع ذلك ومسافة بعيدة ومع ذلك الحقيقة هيستفيد منها ولا ايه. إدمنسون كان في اليمين اهو جه في الشمال في كل مكان خطر يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي هو برضه هو المعز بالعرض لكن تطلع على طول من جاك لي. برافو فهد يونس برافو معاهم لاعب منتخب مصر طارق حامد نجم نادي الزمالك وهدف اول يضيع وهدف اول يضيع. اتحدث عن قيمه لعيبه الارتكاز سواء كان مدبو او فرانكوم إلا وضربة رأس أو بالقدم كان ممكن المعز يسجل بفخده الأيمن. الهداف هداف بكل أجزاء جسمه ولكن أعلى العرضة بأقل من ياردة. نجم منتخب المغرب طويلة أمامية في مساحة جميلة إدمنسون يحضر يا ولدي يا ولدي يا ولدي ولكن علي عفيف وتصويبة وتصدي من فهد يونس أحمد. شفنا إدمنسون عمل ايه بص إدمنسون بص باربع عيون باربع عيون يا جماعه اهو حضر له تحضيره ايه كان ممكن يستلم ويروح على الجون. على فكره هو يقدر يعملها إدمنسون بس هو العزيز حاتم زيزو اتلعب على طول عاليه فوق هزاع يا هزاع هزاع كان على وشك ان يلمس اللعبه الاخيره مكمل مش اوفسايد ابدا 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 نط وقف في الهوا شويه والله وقف في الهوا شويه ده درب ساو باولو البرازيلي نادي عظيم درب سان لورينزو الارجنتيني درب اتلتيكو مانيرو درب انترناسيونال الان بيدرب الريان. فرصه انفراد بيقول الحكم مش معقول بتصفر والكره رايحه للمرمى بالشكل ده هي دي كره يد ولا كره سله ولا ايه قال لهم قضي الامر خلاص قضي الامر. كريم بضياف نزل بدلا من خالد محمد صالح في الدحيل وخرج عبد العزيز هزاع ونزل بدلا منه عبد الرحمن الحرازي في الريان وكان موجود ايضا كاسيريز قبل كده في نص الملعب وفرصه لزيزو يا 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 عبد العزيز حاتم عمل اجمل حاجه عملها في الماتش عنصر المفاجاه عنصر التواجد كراس حربه والتحرك ده مهم جدا 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 لكنه لم يحدث ولا مره في الشوط الاول. خد دور يا ولد يا ولد الى مهند الى مهند ميمي 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 ولكن هربت يا ميمي طولت يا ميمي ضاعت يا ميمي ضاعت المره دي قرينا عليك ولا ايه تاني ياسين ابراهيم هتدخل من جديد فرصه هدف اول مش معقول يا ياسين مش معقول يا ياسين تاني مره حبيبي يعمل حاجات حلوه قوي لكن النهايه وحشه قوي
مش ممكن يا سيد. الإحساس بالمكان، الإدراك الحسي، تاني مرة تاني مرة لو مدافع بيطلعها يطلعها بالشكل ده. بص خلاص صغيرة بقى صغيرة. السنس عنده برجله الشمال ضعيف، مش هقول إن هو عملها عشان يعني إن أنا هخرج عشان مصاب، لا. أدي الانطلاقة، أدي الانطلاقة عبد الرحمن الحرازي، فرصة الريان، ولكن 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 صمام الأمان وصخرة صخرة فريق الدحيل النجم الدولي العالمي المهدي بن عطية، عالمي المهدي بن عطية والله. نهائي أبطال أوروبا أمام ريال مدريد مع اليوفي، لعب لليوفي وعظمة اليوفي. تن من الناس اللي بتشوت كويس قوي. إسماعيل محمد لمسة واحدة، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، فرصة ضايعة من المعز علي، لكن برافو إسماعيل محمد عملها من لمسة واحدة، وبرافو المعز إن رجع ما وقعش في الأوفسايد، لكن كان يجب إن الدقة تكون أفضل من كده، سواء في الزاوية البعيدة أو بالعرض أو بالعرض. بعض اللاعبين أحياناً الكرات اللي زي دي الراوي، وموجود كريم بضياف، لعيبة بأطوال كويسة قوي، والمعز طبعاً موجود. أدي عالية فوق، يا ولد يا أبو حميد يا أبو حميد يا أبو حميد يا أبو حميد، أحمد ياسر محمدي يقابلها حسب الميعاد، حسب الميعاد يا حبيبي وحسب الميعاد جينا. يتقدم أحمد ياسر محمدي للدحيل بهدف من ضربة راس صعبة على الحراس، ليتقدم الدحيل بهدف مقابل لا شيء. عملت حلوة قوي قوي من علي عفيف، وأحمد ياسر يرتقي فوق الجميع ويوجه توجيه ممتاز في الزاوية البعيدة، وتكون هدف أول لصالح الدحيل. 1-0. الله الله الله، حلو حلوة حلوة. الكرات الثابتة هي السبيل. أحمد ياسر محمدي وفرحة مع عاصم مدبو، أبطال آسيا، أبطال أمم آسيا من خلال هذا الدوري الجميل. تاني من جديد المعز، المعز يا ولد يا ولد يا فهد، فهد فهد يونس في الوقت المناسب. تاني على طول المعز، هيعدي ويمر، والله بيمر، القادم كان أمر، ولكن إلى ضربة ركنية. يا سلام على المعز، واحدة من بتوعه برجله الشمال. ميزة في المعز خلاص ما فيش حاجة، زيادة اطمئنان مش عيب أبدا ولا غلط. أدي على طول أدميلسون، أدميلسون، ولكن إلى ضربة المرمى. أدميلسون وضربة ركنية تاني عالية فوق، ضربة الرأس، وبرضو المهدي بن عطية ولكن عالية. لا الريان مش قادر. عالم 2011 في اليابان، وادي العرضية للريان، فرصة العرضية للريان، ولكن ولكن كل ده مين؟ قرب الريان والله، قرب والله والله. ياسين إبراهيمي وقف عليها، لسه الكرة في الملعب. عبد العزيز حاتم، لازم حل التصويب، لازم حل التصويب. زيزو التصويب، ترجع على طول إلى فرانكو. يا ولد يا ولد يا ولد، لعيب 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 لعيب، فرانكو المتعة دوت كوم، الرهيب دوت كوم، والنعم نعم نعم نعم، ينجح تماما في إحراز هدف التعادل بمتعة ما بعدها متعة وروعة ما بعدها روعة. بطل أفريقيا مرتين، شارك في كأس العالم، النجم الكاميروني واحد من أعظم لاعبي الوسط الارتكاز في الوطن العربي كله، حاططها برجليه والله كأنها بإيديه، كأنها ثلاثية كرة السلة. يا ولد الله عليك يا ولد، الله عليك يا ولد، فرحت أمة الريان في كل بلد. الله 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 الله. معيل محمد جمعة، عندك انذار يا محمد. جاك لي لاعب لا بطل وصيف كأس العالم للشباب، وصيف كأس العالم للشباب، وصيف كأس آسيا أيضا، بطل آسيا للشباب. تصويبة عالم يا تباتة، فينك يا تباتة، فينك يا تباتة، قلع طاية الإخفة تباتة وظهر مع الدقيقة 83 وكاد أن يسجل. شوف هو لوحده إزاي، مفيش رقابة على تباتة تماما، ولكن صوب سهلة سهلة على طول مع كلودا مين. وادي الجمهور الرياني كان أملهم كبير، تمانيات في السبعات، لو التمانيات كانت خبطت في القائم والعرضة. المعز فرصة تانية، فرصة تانية يا ولد يا ولد يا ولد. جاكلي اللاعب الكوري الجنوبي، عفيف علي عفيف، الحل ضربة رأس ولا تصويبة؟ قولولي تصويبة، ولكن على طول فهد فهد يونس أحمد على طول ينقذ الموقف. فهد في انتظار انضمامه للمنتخب، فهد المرحلة القادمة. منطقة جزائهم بالكامل بما فيهم
ياسين إبراهيمي عالية فوق على طول، وأحمد ياسر برضه. أحمد ياسر كان ممكن يعملها ويخطف الثلاث نقاط، ولكن أعلى العرضة غمض عينيه لعبها بجنب الرأس أو حاجة. عموما نشوف الريان يقدر يخطف فيون يورو. أدي على طول إدمنسون بعرض الملعب، لكن المدافع الكوري الشاب جاك لي ينجح في الاختبار، وينتهي اللقاء مشاهدينا الكرام مع صافرة الحكم الدولي سلمان فلاحي والتعادل 1-1. تقدم فريق الريان بهدف من ضربة رأس لأحمد ياسر، ونجح متعة دوت كوم فرانكوم النجم الكاميروني في تسجيل هدف ممتع، هدف التعادل لصالح الريان، نقطة لكل فريق. يبقى الريان بدون أي انتصار.